السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أصحاب النفس المطمئنة. كل جمعة وأنتم طيبين وبخلق المتناعمين متصفين. فاح مسكن في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء رحمة للعالمين. فاح مسكن في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء رحمة للعالمين. كان قرآنا بفعل وسراج المؤمنين، أسوة الأخلاق فينا صادق الوعد الأمين. فاتبعه تلقى سعدا ونعيما كل حين، يا حبيبي يا محمد قدوتي دنيا ودين. فاح مسكن في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء رحمة للعالمين. فاح مسكن في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء رحمة للعالمين. فيه تحلو حياتي إنه الطب المبين، فاسلك الأخلاق نهجا خلفه في المتقين. زد صلاة وسلاما داخلي نادى الحنين، زد صلاة وسلاما داخلي نادى الحنين. فاح مسكن في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء رحمة للعالمين. فاح مسكن في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء رحمة للعالمين. هبدأ الحلقة النهاردة بقصة مهمة جدا جدا فيها عبرة. في واحد النهاردة دخل أوضة، والأوضة دي لقى فيها كوباية فيها سائل أصفر. افتكر ان السائل الاصفر ده عصير وراح شرب، وفجأة لقاه خمر. هل هو عند ربنا يقسم؟ لا. ليه؟ عشان هو ما كانش في نيته وما كانش يعرف. تعالوا نسقطها على حاجة تانية. لو شخص النهاردة دخل غرفة ولقى كوباية فيها سائل اصفر افتكرها خمرة ودخل وشرب ولقاها عصير، يقسم؟ ليه؟ لان هو كانت في نيته. انا بقى مش هتدخل في قصه النيه، انا هتدخل في قصه لو واحد قاعد من بعيد بيتفرج عليه وهو داخل يشرب الخمره، هتقول عليه ايه؟ تاني، هتحكم عليه تقول ايه؟ ردوا بس عليه. الفاسق، الفاجر، اللي بيشرب الخمره، اللي مش مسلم اصلا، اللي بعيد عن ربنا، اللي على الرغم من ان هو ولا في نيته ولا يعرف، هو مش هيقسم. بس انت اللي هينطبق عليك اللي هنقوله النهارده في الحلقه، لان الخلق بتاع النهارده انا بقول هو خلق المسلمين اللي بجد. هنبدا النهارده بحديث مهم جدا جدا جدا، وده صله بالرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث بيقول ايه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. انتوا سمعين الحديث بيقول ايه؟ بصلي وبيصوم وبيعمل، بس ايه اللي بيحصل؟ شتم وسب ولعن واتكلم واغتاب ونم وبعد عن الأصل اللي في القرآن اللي ربنا بيقول عنه إيه بقى؟ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والله العظيم قانون إلهي يتعلق ويتبروز. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن تصيبوا قوما بجهالة، فإيه اللي هيحصل؟ آخر الآية يخليك تفكر ألف مرة فتصبحوا على ما فعلتم إيه؟ نادمين. أنت لو أنت مشيت بده هتبقى مفلس. تعالوا النهاردة اتفرجوا على السوشيال ميديا، حاجة تحزن وللأسف اسمهم مسلمين. يجي النهاردة بمجرد ان شخص يختلف في الرأي مع شخص تاني والاتنين مسلمين بس يختلف في الرأي، خش شوفي بقى المسلم بيعمل ايه. تكفير وشتيمة وسب ولعن وتدخل في النوايا وحكم وهو ما شافش. يعني هو مجرد، يعني انا مثلا اعرف حد مجرد ان هو قال مثلا لفظ كلمة، ده انت كافر، ده انت كذا. انتم متخيلين ده ينطبق عليه الآية اللي بتقول ايه؟ في واحدة في الكومنتس كبة، بصوا ركزوا كبة ايه، انا ما اعرفش مين اسماء سعيد، بصوا بس في ناس بتقول ان هي كذا 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 وكلام بقى ما اقولكوش، فحذروا منها وخدوا بالكم. ايه في يعني انت بتعملي كده على اساس ايه؟ فواحده ردت عليها قالت لها انت بتعملي كده ليه وانت ما تعرفهاش؟ قالت لها انا بصوا بقى الكلمه دي، انا بنهي عن المنكر. اقول لك على حاجه فكرتني بالناس اللي مسلم يروح يقتل مسلم، اصلا انا بنهي عن المنكر. مسلم ايه؟ المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يا دكتور طب لو حد عمل حاجه غلط، ناقشي فكر، هاتي الفكره واعرضي ده غلط. يا جماعه اللي بيقول واحد اتنين تلاته ما تسمعوش كلامه عشان ده غلط، لكن تدخلك في النوايا زي الشخص اللي انا حكيت عنه في بدايه الحلقه، هو رايح ياخد الخمره وهو ما يعرفش ان هي خمره فكلها عصير، بس لو انت قاعده من بعيد وعارفه ان هي خمره هتقولي ايه؟ يا على قله الادب بتاعته، يا على اللي ما بيسمعش كلام، يا على الفسق، يا على كذا. انت تعرفي تتدخلي في النوايا ليه؟ انت تتدخلي في النوايا ليه؟ تعالي النهارده على السوشيال ميديا زي ما انا بقول لكم، هحكي لكم موقف برضو حصل معايا على السوشيال ميديا. البنت اللي ماسكالي الفيسبوك والحاجات بتاخد، بنعمل زي ريل كده ونقطع مقتطفات من الفيديو عشان ننزلها ريل على الفيسبوك وبندي فيها معلومة او حاجة صغيرة وبعد كده نقول ايه مثلا الفيديو كذا. اللي حصل ان الفيديو ده لما نزل، ركزوا بقى، ما كانش فيه معلومة كاملة. انا في بداية الحلقة بقول اقسم بالله العظيم ان الحلقة دي فيها وفيها وفيها وفيها، وبعدين قلت بيت يكثر فيه رزقه، ركزوا، وبيت كذا وبيت كذا، قعدت اتكلمت عن معلومات وفي الاخر الفيديو قطع والبنت قامت حاطه تحت اللينك الفيديو بس. والله العظيم انت لو دخلت شفت كميه الكومنتس اللي موجوده، انا بصيت كده، انا مش فارق معايا لان انا ماليش دعوه بالناس، انا ليه علاقه برب الناس، يعني انا ماليش دعوه بحد، بس هي البنت لما عملت كده انا بعدها رجعتها قلت لها بصي حطي معلومه كامله عشان ما ابقاش برده ايه يعني ما نضايقش حد، بس خش شوف الكلام اللي مكتوب. يا اللي كتبت كومنت سلبي وقلت خساره فيكي، ما اعرفش المتابعه، انت عايزه مشاهدات علشان مش عارفه انت عايزه ايه، ينطبق على اللي كل اللي بيكتب كلام سلبي يكفر ويشتم ويسب ويلعن. ايه اللي بيحصل؟ انت قاعد عمال تجتهد وبتصلي وبتصوم وبتقرا قران وشخص تاني بكلمه عمال ياخد من حسناتك وهو قاعد رايق ومبسوط، والله يرفع منه لان الله يدافع عن الذين امنوا. انا نيتي ايه وانت نيتك ايه؟ وشوف اللي انت كبه ايه، وعلى شرط الكتابه اقول لكم حاجه، نقطه في قدرك. تخيل انت كده لما تخشي النهارده، انا اسفه والله بجد، يعني لما تخش تشتمي حد او كده وانت عبيط بجد، والله انا اسفه في اللفظ، يعني هو انت عبيط؟ يعني عبيط لما تخسر من حسناتك انت انا كده، يعني اقول لك حاجه، انت الكومنت ده يعني نفعك بايه؟ لما الكومنت السلبي وانت كذا وانت كذا وروح اعملي كذا نفعك بايه؟ بس خسرك حسنات كتير جدا، وخسرك مش هقول لك بقى حسنات، طاقتك اتهدرت كمان، يعني طاقتك اتفقدت. على فكره لما بنعمل اعمال صالحه وحسنات دي بتدينا طاقه وقوه واراده، مجرد ما تبتدي عارفين انت اللي هو كانك بتوزعي في طاقتك كده. طب ليه في ناس تقعد تقول لك اصل انا بدافع باسم الدين؟ بصوا الحديث ده، ان من احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا.
في ناس النهاردة تخرج تدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإيه بقى؟ بتكفير وبشيطانة وبمش عارفة إيه وبإيه وبإيه. الرسول على فكرة عليه الصلاة والسلام قال أحاسنكم أخلاقا، لأن المسلم ما بيسبش ولا بيلعن ولا بيعمل حاجة، ده على شرط. ده أنت حتى لو يعني، أنا إن شاء الله الحلقة الجاية اسمعوها مهمة جدا، حتى لو الشخص اللي قدامك فيه إيه، ما ينفعش أنت تعملي كده. في آية في القرآن، الآية دي بتهزني لأن أنا بعتبرها قانون، بس قانون عظيم قوي. بيقول إيه؟ ويل لكل همزة لمزة. إيه؟ ثواني بس كده. ويل يعني ويل؟ لا يدخل الجنة نمام. تاني، مفيش جنة. وعلى فكرة كلمة جنة دنيا قبل آخرة، وجنة الدنيا إن تعيش مبسوط وسعيد ومرتاح وبنفس مطمئنة. ويل اللي بس ان انت تهمز او تلمس، انتوا متخيلين لسه ما نطقتش ولا كتبت كمان وما تخشش جنه، وتيجي بعد كده تقول اصل انا عندي مشكله ولا مصيبه ولا جوزي بيعملني ولا ولادي مش عارفه عاملين فيا ايه ولا الفلوس مش عارفه ايه، وتيجي في الاخر تقول ذلك بما كسبت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. ربنا ما بيظلمش حد. لما يجي لكم فاسق بنبأ عن حد ما تنشرهاش، ومش بس كده تبين، خش شوفه. لو مثلا يعني انا مثلا زي ما بقول لكم على السوشيال ميديا عامه، كان في حد عامل حمله مثلا عن كذا ولا مش عارفه ايه، بصيت من بعيد كده قلت ايه ده، طب اشوف كده، دخلت بصيت، والله العظيم انا لقيته من احسن الناس اللي على السوشيال ميديا، بس حد حقود، حد غيور، حد يعني مريض نفسي. على فكره كل اناء بما فيه ينضح، ده بسبب اللي جواك. فانت شفت الصوره الوحشه اللي جوه، الصوره الوحشه اللي من انسان، لكن انت لما تتبين وتروح تشوف طب ده بيعمل ايه وتاكد. وعلى فكره ده في العلاقات، مثلا واحده جت قالت لك بصي مش عارفه مين قالت عنك ايه، انت ممكن تزعلي وتبعدي وتتكلمي عنها بسلبي وتنمي عليها وتختبيها وتعملي بصي زي ما بقول لك عماله تاخد من حسناتك، وهي اصلا ممكن تكون مش قصدها تقول ده خالص. طب انا لو حد جالي بنبأ وقال لي حاجه مثلا ده عمل عنك كذا او ده بيقول عنك كذا، روحي اتاكدي انت قلت كذا، هو على فكره هيصارحك وهيحترم ده، وانت كده تبقي بتفعلي الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب يا دكتور هنعمل ايه؟ تركزوا بقى معايا. لو انت كنت من الناس اللي ماشيه وراحه جايه عماله تشتم في ده او تعلق سلبي على ده، او زي ما قلت لكم بمجرد مثلا صوره واحده مثلا يا ستي عريانه يلا يا كذا يا كذا، ما تقوليش الكلام ده، اسكتي اسكتي خالص، اسكتي، كل خيرا او اصمت، ما تتكلميش، سيبيها. كل واحد بصي عليك الحاجه، ربنا سبحانه وتعالى قادر على ان هو يلاقي حد بيعمل حاجه وحشه يزلزله ويعمله، لكن ربنا سايبه ليه؟ عشان بعد كده هيتوب. طيب لو انت كنت بقى من الناس دي تعملي ايه؟ هنمشي ونبني العاده دي والخلق ده الاسبوع ده كله. ايه هي بقى؟ الحديث بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني إيه؟ إن كنت دخلتي سبيتي ولا لعنتي ولا شتمتي ولا حكمتي ولا ظنيتي ولا نميتي ولا اختبتي، الحسنات بتذهبنا السيئات. خشي اعكسي الموضوع، بصراحة أنا غلطت في كذا، ما تزعليش مني في كذا، مهم إن أنت تدخلي عمل حسن، وده اللي ربنا قاله لنا إن الحسنات يذهبن السيئات. رقم اتنين، اوعي تختابي حد تحت أي ظرف. أنا عايزة أقول لكم أنا لو قعدت أقول إيه الحاجة اللي خلتني اتغيرت في حياتي كلها 180 درجة، أقول لكم على حاجة من يعني تغير جذري في حياتي كلها، من ظلمات بقى كل حاجة تتخيلوها إلى نور، وفرة ونعيم وسعادة، فلوس، أولاد، علاقة زوجية، بدي إن أنا لما بقعد مع حد اول حاجه خالص هيبدا يتكلم على حد اسكت. تاني ما تقوليش اسكت، ما تقولوش مثلا بلاش، اسكت، هو هيفهم لوحده. طيب ما سكتش، غير انت الموضوع، هيفهم لوحده، ما فهمش سيبه وقوم. يبقى ولا تتكلم ولا تسمع، عشان في ناس تقولي دكتور بس انا ما بتكلمش، بس انا طول ما انا قاعده بسمع. حبيبتي طب ما انت بتسمعي برضو غلط، يبقى ولا تتكلمي ولا تسمعي، وقدمي الحسنات، يعني قدمي اخلاق. ان كنت انت عملتي حاجه غلط في حد او اتكلمتي على حد او ردي المظالم دي، ده انا بتكلم عنها في كورس نعيم العلاقات. بصي نعيم العلاقات الزوجيه ركزوا فيها، نعيم العلاقات في كتير جدا جدا علاقات ممكن تظهر في حياتنا هي استحقاق لرد مظالم، وده انا متكلمه فيه في كورس نعيم العلاقات.
الكورس ده مهم جدا جدا جدا، بيبتدي فيه علاقة مع نفسك وعلاقة مع المحيطين. انتوا عارفين كمان ان من الاستحقاق عدم استجابة الدعاء؟ والله، لان ربنا قال ايه؟ اني مجيب، بس اذا سألك عبادي عني فاني مجيب. ايه ده؟ حطي الف خط تحت كلمة عبادي. عبادي اللي بيسمعوا كلامه، اللي بيجيهم فاسق بنبأ بيتبينوا، اللي لا يخطب بعضكم بعضا، اللي ما بيعملش اي حاجة خالص ليها علاقة برد مظالم. انا كما تدين تدين، اللي انت هتعمله هتحصل عليه. فالواجب العمل اللي هنعمله من الجمعة النهاردة لحد الجمعة الجاية، وده مهم جدا، وابن العادة دي وشوفوها في حياتك هتعمل ايه. زي ما قلت لكم، زبطي زودي حسنات، وكلمتي على حد ردي المظالم بتاعته بالرد الايجابي بقى، دي رقم واحد. رقم اتنين، لا ما تتكلميش على حد وما تسمعيش لحد بيتكلم على حد، وركزي في نفسك وطوري من نفسك وزبطي نفسك وعلمي ده لولادك. ولادك لو طلعوا على ده والله هيعلموا ولادهم وولادهم، ودي تبقى صدقه ليكي انت العمر كله. ولو غرستي فيهم العكس، يعني عايز اقول لك ان في واحده بتقول لي انا بودي ولادي مش عارفه عند مين عشان يجوا يقولوا لي حصل ايه. ايه ده؟ هي دي اخلاق؟ ولا اسمع ولا اتكلم ولا اجيب في سيره حد خالص. طيب، يبقى هنشتغل على ده من النهارده لحد الايه؟ الجمعه الجايه. الواجب العملي زي ما قلت لكم، بوست الانستجرام هتلاقيه مكتوب، هتعملوا فيه ايه؟ هتكتبوا حديث له علاقه بموضوع النهارده. رقم اتنين، هتكتبوا ايه ليها علاقه بالموضوع، وده مهم جدا 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 عشان هختار منكم ناس هديهم هدايا زي ما احنا متفقين، كورسات، جلسات معايا ان شاء الله، في حاجات حضور اونلاين الفتره الجايه هاخد منهم مجموعه كبيره جدا باذن الرحمن الرحيم. لازم اقابل المتسمين بخلق النعيم باذن الله، هجمعهم كلهم كده باذن الرحمن الرحيم. رقم اتنين، اوعوا تنسوا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بالقول. رقم تلاته، بس بقول بوعي، بقول وبوعي. رقم تلاته، سوره الكهف نور ما بين الجمعتين، مهمه جدا، وهتخرجوا وتخرجوني منها كنوز، ايه لمستكم، مثلا شوف التفسير بتاعها ايه واكتبوا ده برضو في بوست انستجرام. واخيرا، خير الناس انفعهم للناس، اعملوا شير للحلقه دي عشان توصل لكل الناس اللي انا عايز اقول لكم. وهل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم؟ انتوا عارفين يعني ايه حصاد السنتهم ونار؟ نار دنيا قبل نار اخره، بتسمعوها كتير قوي قوي. يا دكتور عندي نار في نفسيتي، تعبانه، نفسي ارتاح، إيه عندي نار من جوزي، عندي نار مش الفلوس مضايقاني. سيب اللسان، ظبطي لسانك وشوفي ايه اللي هيحصل. فالنهارده لما انت تبعتي المسج دي، انت خير الناس انفعهم للناس، فلما تبعتي الحلقه لحد ويفهم ان ده هو اللي ممكن يكون سبب وابتدي يوقف، ده هيبقى صدقه جاريه ليك انت، وهتكون من خير الناس، وشوف نتيجته عند ربنا عامله ازاي. نفسي قوي قوي الخلق اللي انا بتكلم فيها دي تنتشر وتوصل للدنيا كلها، عشان باذن الرحمن نطبق ونفعل الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كان خلقه القران قولا وفعل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاح مسك في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء، رحمة للعالمين. فاح مسك في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء، رحمة للعالمين. كان قرآنا بفعل وسراج المؤمنين، أسوة الأخلاق فينا، صادق الوعد الأمين. فاتبعه تلقى سعدا ونعيما كل حين، يا حبيبي يا محمد قدوتي دنيا ودين. فاح مسك في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء، رحمة للعالمين. فاح مسك في السنين من إمام المرسلين، أسوة في كل شيء، رحمة للعالمين. فيه تحلو حياتي إنه الطب المبين، فاسلك الأخلاق نهجا خلفه في المتقين، زد صلاة وسلاما داخلي نادى الحنين، زد صلاة وسلاما داخلي نادى الحنين. فاح مسك في السنين من إمام المرسلين، أسوة
الحسين رحمة للعالمين فاح مسك في السنين من إمام المرسلين أسوة في كل شيء رحمة للعالمين.